يا سيدي طلع عنا جرد آخر السنة، 1000 طن طحين خامين، والجرادين كانت عم تسرح وتمرح فيهم. زعما والله مشكلة، والكمية كبيرة، وشو عملتوا فيهم انتو؟ اجا المدير شكل لجنة لإتلاف الكمية كلها. انت قلت له وقف عندك، وقف إذا تريد، لا تتلف شي مشان خاطري، أنا بدبرهم، بس أعطيني صلاحية. قال لي تصرف، قلت له حاضر. وشو عملتوا؟ سطرت كتاب مستعجل لمديرية الأعلاف، وعرضت عليهم شراء الكمية كلها بنص حقها. ايه طيب، واشتروها؟ يا سيدي اشتروها وطلبوا المزيد، وبهالطريقة وفرنا على المؤسسة نص الخسارة يلي كانت رح تخسرها. برافو عليك استاذ ماهر، انت بالفعل جوهرة، بس النكتة انه مديرك مو عرفان قيمتك ابدا. شو بدنا نعمل يا استاذ؟ الله بالينا بمدير ما بيقدر منيح، ولازم داري مشان لقمة العيش. قال من لم يكن لعيشه مداريا عاداه من كان له مواليا. استاذ ماهر شو رايك تنتقل لعندي لهون؟ انا؟ ايه، لانه بالحقيقة موقعك الحقيقي هون، مو بالمؤسسة تبعك. هون بتلاقي مين يقدر موهبتك وخبرتك. بس بجوز مديري ما يقبل. بسيطة، هي اتركها علي. شكرا صرفا استاذ. عفوا استاذ ماهر، ليش عم تضحك؟ قال فلو كانت الدنيا تنال بفطنة وفضل وعقل نلت أسباب المنى، ولكنما الأرزاق حظ وقسمة بفضل مدير لا بحيلتي أنا. جهاد؟ 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 ليه؟ شو بكي؟ ما بدك تتغدى؟ ما بدي زهرة. ساوي لك شاي؟ ما بدي ضراب السخن، مو جاي على بالي. شو قصتك جهاد؟ انت مو على بعضك بنوب اليوم. معناتها اختك ما اجت لعندك اليوم؟ لا ما اجت. ليش السؤال؟ لا تزفلك الخبر السعيد. خبر شو؟ خبر شو؟ جوزة ماهر، عفوا الاستاذ ماهر، صار رئيسي بالشغل. بقى شو رأيك؟ رئيسك انت؟ ايه رئيسي انا. وشو المناسبة بقى؟ المناسبة انه خرط مشطل المدير العام تبعنا، قام نقله من المؤسسة تبعه وعينه رئيس قسم عنا. معلش حبيبي طول بالك، ليش مضايق حالك كل الأد؟ بسيطة كتير الشغلة، بعدين بضل أحسن من الغريب. يلا ولك آخ آخ، الله يلعن الساعة اللي أخدته فيها معي لعند المدير العام. لك لحمة لحمة، شو طلعت غبي؟ غبي؟ لا أكثر من غبي، أنا طلعت أحمار معبب بنطلون.